بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني متحدث معكم سيد أبو بكر وضيف باسم المملكة العربية السعودية مدينة تونس. أحب أوضح مقدمة معلومة بسيطة عن العلاج الأيوربيدية، علاج تقريبا أرثيث. معنى الأيوربيدية إن هي يعني علم الحياة، وهي طريقة للتعوية دون مقر التعليم الطب التقليدي الهند لشبه القارة الهندية. انتشرت المرافق هذه من عائلة الكفرة بشكل من الأشكال الكبير. الوقت استغرق للعلاج الطب التقليدي من الشعب في 3 سنين إلى سنة حسب حالة المريض، لأنها نظام طبيعي. فإن الأيوربيدية تقوم بعلاج مرض، وتقوم بعلاج المرض من جذوره، ذلك تستغرق وقت أطول وقرض طبيعي. أما بخصوص ماي لايف في سيدني، فإنه بعد الدراسة والأبحاث وصلت إلى مجموعة ماي سيدني ماي لايف، وعبارة عن مجموعة عدد المستشفيات متخصصة بالطب الهندي التقليدي لعلاج الأعشاب في عدد سهلين بظروف متقدمة، مثل يعني أيوربيديا، علاج طبيعي، روكا، علاج بالهرمون، علاج هالو، وتخصص الإبرة، الطب اليوناني، السجام. ماي لايف تقدم العلاج الهندي التقليدي الفعال اللي بيؤثر كفاءة الجسد وأداء الوظائف. مساعدة حفظ الصحة. ماي لايف تساعد بالبناء على قناة يقوم بفضل على هذا الكائن فتشت جهاز الغذاء الثاني ذري تحفيز الهواء. العمليات الطبيعية بالجسم كمان أنها تكون تزيل السموم وتوحدر الشيخوط. نعطي التقنيات الإدارية لتفتوك الدائم أنها تحفيز البناء. ماي لايف يقع في مدينة كوتتال ولاية كيرل الهندية، وهي مدينة مشهورة باليوروبيديز العلاج بطريق يتم منذ أكثر من قرن، وأكثر من 400 عام. عريس ساكس يأتي إلي الناقص مختلف عن الدهان الهند ومختلف عن بهذا العالم من علاج. ماي لايف مستشفى متخصص للعلاج الطب الطبيعي بطريق وعراء العمادات الحروب، يشمل على جميع الأقسام الطبية الغربية وبدء من علاج طبيعي بوداع المرافق بطرق عديدة. وإذا طلب المريض الطب الحديث مع الطب البديل لسبب قلق خاصة بنحن ما يتبدل ما يقدم دون إعلان. ماي لايف يعتبر جاهزة للدكاترة وأطباء معهد التشغيل تقريبا رعاية والأدوات الطبية للزوار الكرام، كما يقدم بالعرض على مستوى جودة العملاء. الخروجات عالية الجودة تكليف من هذا الأساس ويكون في رعاية صحية كابنة وراء وفرة بديل. السمات التي تتميز فيها ميد لايف الأطباء المتخصصون المدربون أو المعالجون ذو خبرة، المرافق العلاجية بأعلى مستوى جودة، منتجع صحي فقير، وفروجات عالية الجودة، النزاهة المستقية بتوصيل الخدمات، علاج الحالات المزمنة والنادرة المستعصية بالنجاح، المرافق السكنية الفخمة مع الخدمات الجملقية، تكلفة معقولة للعلاج السكن. وبالنسبة للأمراض تعالج جميع الأمراض، الأمراض العضلية، الأمراض العصبية، مشاكل العظام، الشلل الرعاجي وغيره كثير. التوحد بالعقم وشكل أسنان والأمراض الجلدية وتأثر الجمهور النطق تسليط النطق والتخاطب. إذا أردت المعلومات أكثر ستجدون بالرابط تناسبين. أما بالنسبة لتجربة الشخصية، فقد قمت بأبحاث لدراسة وبحث عن الاستشفاءات في مدينة في ولاية جيرنا وطاب فول فكر كلية مدينة كوتكال
عدة من السجان تواصلت معه وطرف قارن بين خدمات اللي يقدموها والأسعار والأشياء وقلت إن ميت داي هي أفضل لحقية تقديمه وأسعاره مناسبة هذا يعني. وأنا أشتري وأنا الآن هي أفضل من 20 يوم بين البيت داي تعالج من آلام الرقبة والضهر والظهر والكتف والرب أجدت وجدت من الناس رباء الموت لي على راسه بالفطور وقاعدة الدكتورات البارد والدكتورات الروحية أبوات عناية ممتازة ما شاء الله يعني يوميا يزور المريض طمن على حالته علاج طبي. وأما بالنسبة للأقسام الثانية إن لنا علاج الطبيعي واليوروبين هي طب التيبة والطب اليوناني والروبا وسمانات متخصصين وفبرة وقضاء وذا سمعة طيبة والناس مزوجين مسلمين مساعدين تساعد مع بعض. وأشكر جميع الأشباب وطالب على حادث أو المستشفى أحب أوضح أن يمكن بأي زائر قادم أفضل أنه يجب أن يستقبل مطيئة ما يبعي بسطين.